بحترم كابتن برضه انا بقول لك على الهوا، امبارح الماتش ما عجبنيش، ولولا ثقتي في حضرتك وفي الناس طبعا المسؤوله في مصر المقاصه، ناس محترمه، الخمسه كتير يا كابتن عبد الجليل. طبعا طبعا، ولكن انت لو بصيت على سيناريو الماتش، انت جايب جون في الاول وبعدين دخل فيك جونين في دقيقتين ورا بعض، وبعدين بينالتي. لا انا بكلمك على الشوط الاول، انت مستحوذ 71% ورايح على الجون بحوالي 3 كور، ده الشوط الاول. نزلنا الشوط الثاني بالظبط 10 دقائق احنا اللي مهاجمين وهلاعبين كوره، غلطة من لعيب للأسف هو مش مركز مع النادي، مش مركز، مواليد 99 وصغير وبيلعب من أول الموسم، وابتدى يقول لك أنا الفرقة دي عايزاني، الفرقة دي عايزاني، وأنا عد الغنم يا جوحة زي ما بيقولوا. يعني يا دوب أنت مرغم تلعب أولا مضطر. المنطقة دي بتاعت المساكين ما أقدرش ألعب فيها ناشئ أو واحد جديد ما بيلعبش بقى، ممكن ألعب واحد فيندر. يعني انا لغايه دلوقتي ملاعب في الست ماتشات حوالي 23 لعيب. بشوف، ما هو انا دماغي في حاجه معينه، اتعاقد مع مين، قاعد مين وتمشي مين بالظبط، ومنهم سبع ناشئين بالظبط. المركز ده الوحيد اللي ما عنديش غير ثلاثه فيهم، صبيحه واسامه العزب وولد ناشئ اسمه خالد مصطفى بيبقى عارف، فانا مجبر بالاثنين، ما فيش. فغلطه هو مش مركز، راح جاي ضربه الجزاء. الجونين اللي بعديهم يا كابتن في خلال 5 دقائق، يعني 3 جوان في 10 دقائق، دي تهد اي فرقه، دي تهد اي فرقه. لو انت مين مره من 2-1 وانت مضيع كورتين ل5-1، ابتدوا يقفوا على حيلهم تاني ويفوقوا، جابوا جونين وكان ممكن يجيبوا التالت، كانت ممكن تبقى 5-4، بقت 5-3. فالسيناريو غريب وعجيب وبيحصل في الكرة يا كابتن اسلام. فانت ما تستعجبش او دماغك ما تروحش لبعيد. لا 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 خالص. يعني انا بقول لك انا ثقتي كامله في اللعيبه دي وثقتي كامله في نفسي. انا بتكلم على ان السيناريو السيناريو غريب، وخمسه وفرقه المقصه والبنك الاهلي ما جابش 5 جوان في ماتش. بالظبط. يعني الدوري في الدوري لا وبعدين ماتش واحد صعب جدا. اتفرجت طبعا الكابتن عبد الجليل فبيخليني دلوقتي اتابع المقص عشان خاطر انا فاهمني، فببقى ايه مهتم بالفرقه. في انا لسه كنت بتكلم عن الموضوع ده، في حوالي 4 لعيبه كانوا في الديب فريزر، كانوا ثالث مش تاني. يعني الماتشات اللي قديه حتى ما كانوش بيلعبوها، يعني احتياطي يعني ما بيلعبوش. ابتدينا ندخلهم سنه بجانب 4 لعيبه ناشئين، ادي 7، 2 بس اللي كان رجليهم في الملعب، باسم مرسي وصبيحه المساك. حتى اسامه العزب شفت خبرته وما كانش بيلعب، اسامه العزب برده كان بعيد، خبرته كان كويسه، متعب ده كان، اسلام صالح كان بعيد، صلاح عاشور حاجه مميزه الشوط الاول امبارح، شبيطه. فانت بتلعب بتحاول تحيي الناس دي تاني، لان انت مجبر انت السنه الجايه لازم يا تجيب لعيبه تانيه يا اما تكمل بنص الفرقه دي. ف طيب انا برضو